ازيك يا سالم بيه؟ الواد هرب يا وجيه بيه. هرب؟ يعني ايه؟ مش عارف، سبته 5 دقايق في الحمام، دخلت ما لقيتوش. هرب يا خليل. ايه يا سعاده الباشا؟ اقلب البيت وجرينا على ماهر بسرعه. حاضر يا سعاده الباشا. الحاجه مش عارف، يعني مش عارف، هو قال انها هنا. هنا فين؟ في بيتك؟ يمكن وصلتوا فين؟ أنا في المقابر زي ما قلت لي. طب اعطي اللوكيشن أعرف انتوا فين هناك بالظبط. حاضر حالي. سلام. اتأخرت عليكم؟ مساء ايه؟ انا استناك عند التابة بعد المغرب. سلام. قريت الفاتحة على الميتين؟ اه قريتها قبل ما تيجي. هم دول اللي مكبرين دماغهم.